دكتور عبد العزيز، هذا يعني الجدال ما بين الطب النفسي والطب يعني والرقاه الشرعيه، يعني يمكن نتكلم عنه، بس خليني ابدا بمدخل عن الرقيه الشرعيه. من يستغلون الرقيه الشرعيه؟ انت طبعا الفت كتاب لا تخاف على الرقيه الشرعيه، وعندي كتاب سحره ومسحورون، تكلمت عن الجن وعن السحر، وبالتالي اتكلم عن واحد ابحر في هالمجال. صحيح. بصراحة ما يحدث الآن من الرقاة الشرعيين، هل هي تجارة؟ هل هي خداع للناس واستغفال للناس باسم الدين ولا إيش؟ والله يا أخوي خالد، أول شيء تشكرون على هذا البرنامج وعلى هذه الحلقة على وجه الخصوص، لأنها تبين للناس أمور كثيرة، تبين لهم أن هناك من يبيع لهم الوهم، هناك من يغش عليهم. وحنا للأسف الشديد أنا بقولها بكل صراحة يا أخوي خالد، انضحك علينا باسم الدين في كثير من مناحي الحياة، انضحك علينا باسم الدين، استغلت ترى عاطف للناس الدينية وحبهم للدين. وهذه المصيبة. يعني الرقية الشرعية هي رقية شرعية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولكن اللي نشوف الآن للأسف الشديد، وأنا بقول لك وأنا مسؤول عن كلمتي، 90% من الرقاة الموجودين الآن في السعودية يكذبون، ما في إلا 10% هم الصادقين اللي يقرؤون على الناس بنية صادقة، بنية هذا ربما يكون هذا سبب لشفائه، بنية الخير وتأليف القلوب وتفريج الكرب وتيسير الأمور. لكن اللي نشوف من 90% للأسف الشديد يحاولون يبيعونك الوهم. أعطني صور بيعهم للوهم. الوهم أول ما يجيك، يعني بقول أمثلة، وأنا أبغى أخوان المشاهدين والمشاهدات يكون على بينة.